استعدادا للملتقى الدولي حول الزراعة التي ستحتضنها مدينة أنطاليا الزراعية التركية في الفترة من السابع والعشرون وحتى الثامن والعشرون إبريل المقبل جاء هذا الاجتماع التحضيري الذي عقده كل من السفير تشاد لدى تركيا ونظيره التركي لدى البلاد مع ممثلي غرفتي التجارة بالبلاد وتركيا وبسيفنا التجار تشادين شان يمشوا يحضروا مع الأخوان مال أنا أفريق وهنا الدنيا كله يشوفوا يعتقلوا الحنان أني نقدر ننتو ان نشيلوا من الناس شنو نشوفوا شان للمستقبل بينما سفير تركيا لدى البلاد فقد اكد على ان هذا الملتقى سيشارك فيه 54 دوله وان الملتقى سيناقش فيه مختلف المواضيع والقضايا المتعلقه بالزراعه الحيوانيه والنباتيه وكذا كيفيه تطوير هذا القطاع في جميع الدول المشاركه أما ممثل ديك في تشاد والتي هي تمثل غرفة التجارة بتركيا جان حقان كاراجا فقد أكد على أن اختيار مدينة أنطاليا الزراعية ليس صدافا وإنما أن هذه المدينة الزراعية تساهم بشكل كبير في العائدات التركية تقدر بأكثر من خمسة مليارات من الدولارات الأمريكية وأنها تعتبر نموذجا مثاليا للزراعة في العالم وتعتبر تركيا شريكا اساسيا للبلاد في مجال الزراعه حيث انها هي التي تجهز الان اكبر سلخانه حديثه على الاراضي الوطنيه. عفوا لقد كان هذا التقرير تقرير عقد ليله امس زياره السفير التشادي والتركي لدى البلاد وحول تقديم الاجتماع للمنطقه الدوليه حول الزراعه.